إن من أعظم وسائل إدراك هذه الأنوار العلم الشرعي. العلم الشرعي من أعظم الوسائل التي يدرك بها الناس هذه الأنوار، وذلك أن العلم نور، وهذا مثل يكتب على لوحات المدارس وعلى يافطات الشوارع. العلم نور، هو نور حقيقة، هو نور، لكنه كالمصباح الذي لا توصله بمصدر الطاقة. إذا كان عندك مصباح ولم توصله بمصدر طاقة، هل يفيدك شيئا؟ ما يفيدك، ما يضيء. الكتاب إذا كان عندك في البيت، إذا كان عندك في المكتبة، إذا كان عندك في المدرسة، إذا كان معك تحمله، هل ينير لك طريقا إن لم تقرأه وتتلقى ما فيه وتعرف الخير الذي فيه؟ الجواب لا يمكن أن تدرك خيرا بمجرد مصاحبتك لمصدر الضوء إن لم تفعله. وكذلك العلم، العلم هو أعظم نور يدرك به الإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة. العلم تنشرح به الصدور. الله تعالى يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني ضلال واضح وبين وظاهر. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الاستكثار من العلم، ونحن في زمن فشى فيه الجهل وقل فيه العلم، فواجبنا أن نبذل الجهود مضاعفة في إدراك العلوم. وأنا لا أقصد فقط أهل التخصص الذين يتخصصون في العلوم الشرعية، بل العلم يجب على كل أحد أن يأخذ منه نصيبا، والناس متفاوتون فيه، لكن كل مسلم مكلف بأن يتعلم. والقدر الذي هو الحد الأدنى من التعلم، من النور الذي يكون معك ويضيء لك الطريق، هو أن تعرف كيف تعبد الله. كيف تعبد الله، وليس فقط كيف تعبد الله يعني كيف تضع يدك في الصلاة على صدرك ولا تحت، كيف ترفع يديك عند هذا جزء من العلم، لكن أعظم من هذا العلم وأهم من هذا العلم هو العلم بالله جل في علاه. لأن العلم علمان: علم بالله وعلم بالطريق الموصل إليه سبحانه وبحمده. الطريق الموصل إليه هو معرفة أحكام العبادات، وهذه ضرورية ولا بد منها، لكن أهم من هذا أن لا نظن أننا إذا حصلنا علم الأحكام فقد بلغنا الغاية ووصلنا إلى المرام، إنما قطعنا شيئا من الطريق، وبقي علينا المهم من العلم، وهو أن نعلم ما لله جل في علاه من كمالات، وأن تعلم ما لله عز وجل من أسماء وصفات وأفعال. وذلك يسير، ما هو يعني أمر يحتاج أنك تبحث عن مجلدات وعن كتب خافيات، إنما أقبل على القرآن وتدبر معانيه واقرأ ما قاله العلماء في تفسير آياته، تجد خيرا عظيما ونورا مبينا. إن من أسباب تحصيل هذه الأنوار أن يحرص الإنسان على العمل، فالعمل نور، العمل بالعلم نور. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، تقوى الله لا تتحقق إلا بالعلم الذي يتبعه عمل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان لا يكون إلا بنور يضيء ومصباح يسير على هداه الإنسان. ولذلك من الضروري أن يبذل الإنسان جهده في تطبيق ما علم وإن كان قليلا. والسلف كانوا يتحاشون أن يذكروا غيرهم بما لم يفعلوه، خشية أن يدخلوا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فينبغي أن يبذل الإنسان جهده وطاقته في العمل بالعلم. ومعلوم أن الله تعالى قد قال: فاتقوا الله ما استطعتم، لكن يبذل جهده ويستمطر الله تعالى من فضله. حتى نكون الأقرب إليكم،
تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر. وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.